هروح بقى سريعا للترجي. الترجي اختلف مع مدربه البرتغالي الجديد، بشكل كبير جدا جدا جدا. ايه اللي حصل من وجهة نظرك يا احمد؟ هم بقوا منظمين جدا يا كابتن سيف، دفاعيا ولا هجوميا دفاعيا ولا عموما؟ لا الفرقه ككل دفاع يعني منظمين جدا وكلهم تحت الكره باستمرار. هم ممكن يكون هجوميا مش احسن حاجه، مش زي سابقا يعني هجوميا، لكن دفاعيا ونص ملعبهم بقى يعني منظمين جدا جدا. هل المدرب البرتغالي له دور في هذا الامر من وجهة اكيد نظرك اكيد ولا؟ اكيد طبعا اكيد اكيد، مع ان لو بصينا للكواليتي مش زي اللي كان موجود قبل كده يعني الترجي فنيا. زمان يعني طبعا، بس انا بقول لحضرتك يا كابتن ازاي، ولكن سيظل الترجي اسم كبير جدا في عالم كرة كابتن القدم اسلام الافريقية اولا اسم، والتونسية. اولا اسم، ثانيا ظروف المباراه. انت بتتكلم في نهائي بطوله نهائي افريقيا، ظروف المباراه يا كابتن مع احترامي الكامل، لو حتى اي فرقه ما حدش هيوصل للمباراه دي يا كابتن اذا كانت فرقه كبيره، اذا كانت فرقه كويسه. صحيح، وفي نفس الوقت انت فرقة ذات شخصية بطل عموما، بالظبط بالظبط. أو خصوصا بعد ما فازوا على كمان سان داونز. وخلينا نقول يا كابتن اسلام، حتى في سنوات الترجي ما كانش بيبقى افضل حاجه وكان بيوصل نهائي. صح، يعني دي حتى لو هنحسبها شخصية كده الترجي. بالظبط، ودي مهمه جدا في البطولات. وزي ما احنا بنقول ان او زي ما في مقوله بتتقال كتير، او المباراه النهائيه او البطوله تكسب ولا تلعب وحاجات كتيره، ففعلا الماتشات دي ليها ظروفها ما تقدرش تقول، لكن هم منظمين بشكل كبير قوي. انا اتفرجت عليهم شفتهم في مباراه سان داونز المباراتين، منظمين بشكل. أهم نقاط قوتهم فين؟ ان هم يعني وأنت بيلعبوا، بتتفرج على الترجي تقول إيه، لا الجزء ده الجزء ده من لا هنا من كابتن هنا. ما اقدرش تقول كده، دول هم فرقه جماعيه أوكي، منظمين. هم ده ده موضوع، اصعب ده صعب جدا. والله، وده اللي هتشوفه في المباراه. عشان كده بقول لحضرتك المباراه تبقى صعبه جدا، لان هم فرقه منظمين جدا، عندهم سيستم بيلعبوا بيه، كلهم تحت الكوره، عندهم فرد محطه ممكن يكون فنيا مش افضل حاجه، لكن برازيلي ده. بيلعب بيلعب الناس اللي تحتيه بشكل كويس قوي. لا هم كفرقه فرقه منظمه. نصيحتك بقى لكولر في الماتشين اللي جايين، اتحاد وبلدية ثم الماتشين النهائي. مباراتين ب6 بونت مهمين جدا جدا، برضه هيدوا ثقه اكيد للعيبه قبل المباراه النهائيه. اتمنى انه من دلوقتي، اكيد هو شاف وحافظ فرقه الترجي بشكل كويس قوي، فاكيد من دلوقتي هو على الاقل بنسبه 80 90% متخيل شكل الفرقه الاساسيه اللي هو هيلعب بيها. اتمنى يبقى فيه فترات راحه انت او تقصد ماتش تقسيم الوقت. الترجي هنا؟